مرحبا الجميع. أول شيء منحب نتشكركم على الملاحقة الموضوع والاتصال فينا للمساعدة. الشكر بيروح لكل الأصدقاء اللي اتصلوا مستعدين يجوا يساعدونا، خاصة غير الأشخاص يعني أصحاب السيارات، في عنا أول ترين عطانا مكاتب وشغالين منها. جيب نيشن رسموا اسم الشركة في البر بوسط الحر، راحوا بس تيودوا مسج للدعم. اي اي في كمان من اقرب الناس لنا والجماعة عرضوا كتير مساعدات. نتشكر الجميع صغارا كبارا، شركات، افراد، سبلايرز، كومبيتيتورز. اليوم بس حابين نخبركم انه رامي انتقلت للمرحلة الثانية، الورشة شغلناها الحمد لله وصارت فيها تستقبل اي سيارة لاي جوب، بس ما فينا نسلمكم اغراض كتير هلأ لان احترق كل شيء في المستودعات، بس قريبا رح ناخد مستودع جنبنا هنا وفي بضاعة ابتدت توصل، يعني راح تشوفوها على الويب سايت انه وصلت وموجودة في ستوك وفينا نسلمها يما نركبها. الورشة الحين شغالة فل على كل شيء، مينتننس وسيرفيسز، خدمات، تنظيف المكيف، تنظيف الراديتر، تنظيف المحرك، تصليح وصيانة الجنبينات، كله موجود. أهلا وسهلا فيكم في أي وقت. أول ما ناخذ المستودع، هذا المستودع راح يكون على فترة 3 شهور تقريبا، الفترة اللي راح توصل فيها البضايع، ومن بعدها راح ننتقل على محل موجود فيه كل شيء، أرجح يكون خارج الكومباوند اللي نحن فيه، ويكون نفس الشيء موصولين بعضهم بس على حجم أكبر حتى نقدر نعطيكم خدمات أفضل وتكونوا مرتاحين. ونتمنى نشوفكم ورح نضل تباعا نعلمكم بتحركاتنا. شكرا كتير والله يعطيكم ألف عافية. الله معكم.